أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم عماد أبو صقر. وصلنا إلى متحف الطبيعة في واشنطن، وهو متحف مذهل. لفت انتباهنا في هذا المكان كما تشاهدون هذه عظام لمونكي قرد عمره 4 ملايين سنة. سبحان الله، شوفوا كيف العظام يحيي العظام وهي رمي. سبحان الله. أترككم مع الصورة لتشاهدوا هذا النوع من القرود عمرها 4 ملايين سنة. شوفوا القفص الصدري تبعه والرأس والرجل. تحية لعمر صقر أمام القرد اللي عمره 4 ملايين عام. دمتم في رعاية الله.